سالي، غالبا ما يسعى الإنسان للنجاح في كافة مجالات الحياة، والنجاح يعتمد على المجهود الشخصي الذي يقوم به الفرد. ودخل بالفترة الأخيرة مصطلح التنمية الذاتية، والذي يعرف بتنمية القدرات والمهارات ومواكبة التطورات المحيطة بالفرد، لحتى نعرف كيف منطبق هالمفهوم بحياتنا اليومية ونحقق النجاحات اللي بنتمناها. معنا السيدة مريم الحاج عثمان، أخصائية تربوية في مجال التنمية الذاتية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا. يا هلا، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يعني عن جديد، ودائما نحن في مصطلحات معينه دائما نحن بنحاول نوضح لمشاهدينا يعني ماهيه هيدي المصطلحات ونوضح مفهومها بشكل اوسع. خلينا نحكي بدايه عن مفهوم التنميه الذاتيه، هذا المصطلح يلي خلينا نقول ظهر بشكل كبير هلا، وتاثيره على الذات وعلى المحيط ايضا. تمام. هلا مفهوم التنميه الذاتيه هو علم قائم بحد ذاته، وانما هو اجى بمنتصف القرن ال 21. فخلينا نقول شو هي التنمية الذاتية. هي نقل أو عملية نقل مهارات ومعلومات واكتساب هاي المهارات لحتى أنا أنعم بحياة أفضل، بخضم أني أنا تكون هالعملية هاي أني أنا أعرف كيف أتعامل مع الآخر، أني أنا كيف أثبت ذاتي عند الآخر، أو أني أنا أوعى لذاتي ومين أنا شو نقاط قوتي، شو نقاط ضعفي، وكيف ممكن أنا أثر بنفسي أولاً ثم بالآخر. فهي بالمجمل هي عملية تكاملية بتخلي الشخص أو الإنسان يفرض نوع من أنواع التنمية ونوع من أنواع الزيادة بالشيء. التنمية شو يعني؟ زيادة بالشيء وتطويره. فأنا لما بشتغل على حالي وبعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، فبالتالي أنا حزيد من نقاط قوتي وحثبتها، واشتغل على نقاط ضعفي وبلش أعرف وين الخلل فيها ورح أرممها. فالفكرة اللي إحنا بدنا نقولها، كيف ظهر مفهوم التنمية الذاتية؟ ظهر مفهوم التنمية الذاتية بعد الحرب العالمية الثانية، لما طلعت الدول من الحرب العالمية الثانية، فصار في عندها صار في بالاقتصاد دمار بالاقتصاد، فلحتى تعمل تنمية اقتصادية التجأت، يعني صارت عندنا حالة ملحة انه يصير عندنا تنمية ذاتية لحتى نحسن ننمو بالاقتصاد ونرمم الشيء اللي صار بالحرب. فصار عندنا برامج خاصة للتنمية الذاتية لأهالي القتلى أو الجرحى أو الشهداء، فالتجأوا للتنمية الذاتية لحتى ينهضوا بالدول اللي دخلت الحروب العالمية. أكيد. خلينا نحكي، دائما بيقولوا مثلا السر في الثقة بالنفس، أنه هو مثلا الأب والأم إذا ما عندهم ثقة بنفسهم الأولاد يصيروا مثل أبوهم وأمهم، هذا الشيء حينتقل لكل الأجيال. وشغلة ثانية كمان، الأم وتأثيرها الكبير على طفلة بالثقة بالنفس، يعني هي بتدلله كثير، هي بتعمل له كل شيء بحياته، فهذا الشيء بيأثر على ثقته بنفسه للمدى البعيد. خلينا نحكي على هالنقطتين كمان. تمام. هلا اكيد اذا الاب والام ما عندهم ثقه بنفسهم وشوي عندهم شخصيه متردده، شخصيه شوي مهزوزه، خاصه اذا مرق عليه ظروف وما حسن يتعامل معها او ما حسن يستجيب يكون ردات فعله ايجابيه، فاكيد هذا الشيء رح ينتقل باللاوعي للطفل، هذا بالمجمل يعني. وانما انا كيف بدي ازرع ثقة بالنفس عن طفلي؟ أنا في كتير أمور أنا لازم ضوي عليها. أولا مثل ما تفضلتي حضرتك، أني أنا دائما بمسك زمام الأمور عن طفلي، كرمال طفلي ما حدا يضايقه، كرمال طفلي ما ينزعج أو يصير أي شيء أنا ما بحب أنه طفلي يمرق فيه. فأنا إذا خليت طفلي ما يمرق بهالتجارب وفجأة مرق بهالتجارب، كيف بده يوثق بنفسه؟ كيف بده يدعم استقلاليته؟ كيف بده يشتغل على حاله؟ فلا، ما عنده تجارب، ما عنده مخزون من التجارب إن كانت إيجابية أو سلبية لحتى يتعلم فيها. كمان بالأهل، أني أنا ما عطيته لطفلي مفهوم الاستقلالية، ما عطيته مهام لحتى ينجزها، ما خليته يخوض التجربة. كمان في موضوع كتير كتير مهم، اللي هو أني أنا لا قدر الله هين كرامة الطفل، ما أحترمه، فكمان حتنهز الثقة بنفسه، بالتالي صار مشكلة كتير كبيرة عندي من خوف، من خجل، من انحرافات سلوكية. فبالتالي هذا الطفل لما بيكبر بصير بيقول لك أنا عندي نقاط سلبية كتير ما عم بعرف كيف أشتغل عليها، دائما بتواصل مع الآخر وعندي مشاكل كتيرة معه، شو المشكلة عنده؟ ما بعرف. وكتير من الاستشارات بتجينا بتقلنا بتعرفي أنا مين؟ قليلي أنا مين؟ طب شو نقاط ضعفي؟ شو نقاط قوتي؟
فأنا إذا أصلت هذا الشيء بطفلي وخليت الاحترام موجود والنقاش مع طفلي، فأنا ممكن بعدين ضوي على كتير أمور لطفلي بيقدر يجربها وبيقدر يطبقها بشكل عملي ممارس لما بيكبر. ما بصير عنده هالنقاط السلبية اللي كتيرة، طبعا أي إنسان عنده نقاط سلبية، وإنما لو يكون عندي إياها كتيرة فأنا هون صار عندي مشكلة. أكيد. نعم، يعني يمكن الطفل خلينا نقول لا نستخف بقدراته طبعاً العقلية، بتمتع بذكاء رهيب ولكن ما بيقدر يعبر بطريقة صح. خلينا نحكي عن الظروف اللي نحن عم بنعيشها، هالغلاء بعد الحرب، يعني كمان الأولاد اضطروا أنه يقعدوا بالبيت أيضا لفترات طويلة، وانحرموا نعمة اللعب اللي هي أبسط حقوقهم نتيجة الظروف المحيطة الخارجة عن الإرادة. قديش الدور الأم الأب أن وجدوا مع بعض، لأنه ما فينا نحن نعمم، صحيح. قديش دورهم بيكون مهم بهيدي المرحله، قديش بدهم يكونوا هن متصالحين مع ذاتهم ليقدروا يتصالحوا مع اطفالهم. تمام، هون بيجي دور التنميه الذاتيه، اني انا اشتغل على ذاتي اولا، لانه النجاح بيخلق من السلام الداخلي او التصالح مع الذات. نعم. لحتى انا احسن احكي مع الاخر او احسن اثر مع الاخر على الاخر، لازم اعرف انا اتواصل مع نفسي بالاول. فأنا إذا ما عرفت مين أنا وعيت لا مثل برجع بقول وعيت لا نقاط قوتي ونقاط ضعفي وعرفت كيف وصل معلومة، عرفت يعني شو يعني مهارات تواصل فعال، فكتير مهم أني أنا أعرف هاي النقاط وأعرف كيف ممكن وصل معلومة. طبعاً تقولي لطفلي كيف ممكن أنا بظل هالظروف هاي أني أنا ما خلي هذا الشيء أثر على طفلي، ومرقت علينا ظروف كتير صعبة. حسب استجابة كل شخص بتلاقي هاي الظروف عائلة من العيال مرقت فيها بسلام، وفي عائلة لا ما قدرت تمرق فيها، وفي عالم نص نص مرقت فيها. ليش؟ كل واحد حسب استجابته للظروف. فأنا إذا دعمت نفسيتي وشخصيتي وعرفت كيف أتعامل مع الظروف، الظروف صعبة على فكرة، ما فينا ننكر أنه الظروف صعبة، وإنما أنا كيف ردات فعلي وكيف استجابتي للظروف هي اللي رح تولد لي الثقة بالنفس أو كيف عالج أي موضوع، وبالتالي رح ياخده طفلي باللاوعي. صحيح صحيح. حياخد استراتيجيات وحياخد أدوات كتير مهمة له بالمستقبل لحتى يطبقها. إذا بابا وماما عندهم بظروف معينة صعبة وأنا شايفة وهن اجتازوا كذا وكذا وكذا، ما قدروا يجتازوا كذا وكذا وكذا، فحيصير عنده تجربة مباشرة كيف ممكن يطبقها بحياته. أكيد. نعم. هلا حكينا على الأطفال وتأسيسهم، كيف ممكن نأسسهم بالشكل نعم. الصح. خلينا نحكي الشاب أو الصبية، يعني بعمر المراهقة وما فوق، يلي يعني خلقوا كبروا كذا وما في عندهم ثقة بنفسهم. نعم. نحن بنقدر يعني نضوي على نقاط القوة عندهم ونقاط الضعف، بنقدر نكون شخصية جديدة ولا خلص راحت عليهم حتبقى ما عندهم ثقة بنفسهم؟ خلينا نحكي شو هي الطرق المناسبة. لا أبدا، هلا دائما في أمل ودائما في طرق واستراتيجيات، وإنما بدها شوية معلومات وشوية معارف. أنا لازم أعرف طريقة استجابتي للمعلومة كيف، يعني دراسات دماغية كتير حلو أني أنا أنقل معارف وعلوم لازم أتعرف عليها. بيقول لي شخص بيقول لي أنا ما بحب أقرأ، بيقول له أقرأ، بيقول لي تحضر فيديو، فيك تحضر ندوات، فيك تحضر دورات لحتى تعرف عن العلم، مثلا مثل الدراسات الدماغية. شو يعني دراسات دماغية؟ كيف العقل بيستجيب للمعلومات وبيعالجها وبعدين بيطلعها هون، لما بمخرجات، مخرجاتي غير مخرجاتي غير مخرجاتها. ليش؟ لأنه هي بتاخدي المعلومة بتعالجيها بحسب برمجيتك. هلا انا حكيتي مثلا واحد. نعم. هلا بدي اقول لك مثلا المكتئب. نعم. يعني على المكتئب اللي انت مثلا بدك تيجي لعنده بدك تقولي له اقرا، وهو لا اكيد لا. شو ممكن تبلشي معه هلا؟ يعني اغلب الشباب والصبايا يعني مارين بمرحله من الاكتئاب والضغوط النفسيه الكبيره، خلينا نحكي ونسلط الضوء على هي النقطه. تمام. شو ممكن بلش معهم هلا هدول الاشخاص؟ ايه تمام. هلا انا اذا بدي بلش مع ناس كثير مكتئبه بدي اخصائيه، يعني تمام. انا لازم اروح لاخصائي، ممكن محتاج لعلاج دوائي بعدين علاج نفسي. تمام. وبعدين علاج سلوكي، هذا اذا كان عنده مرض الاكتئاب. تمام. بس اذا في عندي شخص مثلا فاقد الثقه بنفسه، ما عنده أمل بهالعيشة، ويا ما عم نشوف هالشباب يعني بيقول خلص فاقد الأمل، فاقد للأسف الأمل. تمام. أنا شو بدي أعمل؟ أنا بدي ضويله على شغلات إيجابية بحياته. نعم. هيقول لي ما لقيت إلا ما تلاقي، يعني أنا معكم أنه عنا سلبيات كتيرة عايشين فيها، وإنما في إيجابيات ولو كانت صغيرة أني أنا بعيونه كبرها فيه لحتى انا خليه امتص الغضب، امتص عدم الرضا عن نفسه. نعم. عدم الرضا عن المجتمع. نعم. بعد انا ما امتصيت هذا الشيء بفوت لبرمجيته، بعرف هو من اي نوعيه،
شخصية، أنا كشخص لازم أعرف مين أنا، شو نمطية شخصيتي. هذا الحديث أستاذة مريم يعني يطول، صحيح وقتنا يمكن داهمنا، أكيد انبسطنا كثير بالحديث معي، بدنا نشكر وجودك معنا اليوم، إن شاء الله يا رب هيك يكون لنا وقفات ثانية ومواضيع أخرى، شكرا لك وجودك معنا. أهلا وسهلا فيك يا هلا. أكيد متشكر وجودك معنا، متشكر طاقتك الحلوة، وشكرا لك المعلومات اللي قلتي لنا إياها.